لقاء جديد من أنا الشاهد وحلقة مخصصة معظمها للاحتفالات بعيد المولد النبوي. لهذا الغرض أخذتنا كاميراتكم إلى المغرب ومصر والأردن، لكننا نذهب أخيرا إلى الكويت لنتحدث عن ازدياد ملفت في طلاق لأسباب ملفتة. لننطلق. نذهب بداية إلى الأردن لنتعرف على طقوس الاحتفال بعيد المولد النبوي. وفي مصر الظروف الصعبة لم تمنع الناس من شراء حلوى العيد، لكن الجميع يفتقد واحدة منها. ونذهب إلى المغرب لنستمع إلى آراء الناس هناك بعيد المولد النبوي. عاد من بعد كنجة والوفاة ديالها، هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الكويت أسباب الطلاق قد لا تخطر على بال. الزوجة تطلب الطلاق من الزوج لأن يأكل الحمص بطريقة لا يعجبها. من أبرز طقوس الاحتفال بعيد المولد النبوي الإنشاد الديني الذي يحتفي بالمناسبة وبدلالاتها، وهناك الكثير من فرق ومجموعات الإنشاد الديني في كل مكان تقريبا، منها بالتأكيد حيث أنتم. هذه يزداد نشاطها بشكل خاص في مثل هذه الأيام. عدي المجالي من الأردن أراد الحديث عن الإنشاد الديني والطقوس الأخرى التي ترافق الاحتفال بعيد المولد النبوي في بلاده، فأرسل هذا التقرير. يولي المسلمون في مختلف البلدان والأقطار ومنذ مئات السنين اهتماما كبيرا وعناية بالغة بإحياء سنة من السنن الحسنة، وهي الاحتفال بذكرى مولد النبي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا وفي المملكة الأردنية الهاشمية تميزت بعض مؤسسات المجتمع المحلي بإقامة نشاطات تطوعية احتفاء بالذكرى. نسلط الضوء على نشاط واحدة من أبرز هذه المؤسسات، وهي جمعية الثقافة العربية الإسلامية وحملتها السنوية التي أطلقتها تحت شعار حب محمد يجمعنا. أبرز هذه النشاطات التي أقيمت ضمن الحملة هي الحملة المليونية لتوزيع صرر الحلوى فرحا بالمولد الشريف، وتهدف لنشر جو عام من البهجة والسرور بين الناس. يبدأ عمل المتطوعين في هذه الحملة بالتحضير وتعبئة الصرر بالحلوى والتي ساهم محبو ذكرى المولد بالتبرع بها، ثم يتم تنظيم الفرق التطوعية وتحديد مناطق التوزيع. ثم ينطلق المتطوعون في الأسواق والشوارع والمجمعات التجارية بالإضافة للمستشفيات والدوائر الرسمية والحكومية. وحظيت هذه الحملة التي شملت كافة المحافظات الأردنية بمشاركة متطوعين من مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية. ويلاحظ المتابع لهذه الحملة السرور البالغ على وجوه الناس، كما يتلقى المتطوعون الثناء والتشجيع على هذا الجهد. هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ فكرة الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام في جميع أنحاء المملكة. واشتملت الحملة على توزيع صور حلوى على المواطنين وبروشورات عن حب الرسول عليه السلام وعن استحباب الاحتفال بمولده الشريف الذي أرسله الله رحمة للعالمين. وفي ذكرى المولد النبوي الشريف تحيي الفرقة الهاشمية لإنشاد التراث التابعة للجمعية العديد من الأمسيات الدينية الإنشادية احتفالا بالمناسبة. ويصلح المنشدون بترانيم وأهازيج ومدائح تتغنى بصاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد وعلى
الحملة التي أطلقتها جمعية الثقافة العربية الإسلامية والتي هي تحت شعار حب محمد يجمعنا، الفرقة الهاشمية لإنشاد التراث تقوم بإحياء العديد من الاحتفالات الدينية في كافة محافظات المملكة بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذه الفرقة التي عودت جمهورها على إحياء هذه المناسبات الدينية والوطنية كذلك في كافة محافظات المملكة وكذلك في كافة المناسبات غير المولد النبوي الشريف. الأنشطة المميزة التي أقيمت أيضاً معارض صور الآثار النبوية الشريفة، والتي ضمت بين ثناياها صور للآثار النبوية الشريفة المشهورة بين المسلمين، ويهدف المعرض إلى التذكير بعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه الكريمة وبما كان عليه المسلمون سلفاً وخلفاً بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المباركة. جانبا من مظاهر احتفال الأردنيين بالمولد النبوي الشريف، مظاهر نجد مثيلاتها في بقية الدول الإسلامية وبصور شتى، وتبقى ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الإسلامية محطات تعزز انتماء المسلمين لحضارتهم العظيمة. عدي المجالي، الأردن. طقوس وتقاليد كثيرة بمناسبة عيد المولد النبوي. إلى مصر الآن، حيث هناك حلوى بعينها لا تظهر إلا بهذه المناسبة، ويصر المصريون على شرائها حتى في ظل ظروف صعبة كهذه التي تمر بها بلادهم الآن. إلا أن هناك واحدة بعينها اختفت من الوجود ومنذ زمن بعيد، وهناك الكثير من الحنين لها في الواقع. اسمها عروسة المولد. خيرة حماد والمزيد في تقريره هذا من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام جاء في ظروف صعبة جدا. برضو هنسأل سؤال، هل التحديات ستنتصر على العادات أم أن العادات هي التي ستنتصر على التحديات؟ تعالوا نشوف. البركة إيه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. أسعارنا الحمد لله في متناول الجميع، وأسعارنا يعني مش أوفر قوي ومش كل سنة وانتم طيبين. دي عادة، الناس لازم حتى لو الأسعار عالية الأسعار رخيصة الناس لازم تشتري. أنا بعتبر حلاوة المولد دي اختراع مصري، يعني محدش بيعرف يحتفل بالمولد النبوي غير المصريين. يعني اختراع حلاوة المولد بالعروسة بالحصان في كل تركيبة ليها الهدية بتاعتها، يعني هدية الولد غير البنت غير الأسرة غير الأسرة اللي فيها يتمة. يعني لينا طريقة كده في الاحتفال بالمولد دي بتاعة مصر، احنا أكتر ناس بنعرف نحتفل باليوم ده وأكتر ناس نعرف نعمل عيد ميلاد لسيدنا النبي يبسط فيه الناس كلها. مؤخرا بقى فيها بيزنس وبقى فيها ناس جاية علينا من الصين بالعروسة الصيني وبالعروسة اللي بتتشقلب وبتعمل أصوات وبتنور وبتطفي، بس كل ده ايه مجرد يعني ايه ألعاب يعني. لكن الحقيقة انه العروسة الحمراء المعمولة من سكر والوان صناعية والراجل على حصان ماسك سيف، هي دي اللي لسه بهجة المولد، وهي دي اللي لسه الأسر بتجري عليها رغم رخص ثمنها ورغم ان هي يعني مش حاجة فخيمة قوي، بس هي بقت رمز للسعادة ورمز الاحتفال باليوم ده. كل سنة طيبين. مصر يعني كل المناسبات لازم ليها حاجتها، حلقة المولد ده من أهم الحاجات المصريين،
مهما غلت سعرها، مهما اختلفت اشكالها من العروسه والحصان دلوقتي القمصيه والكاشيو واللوز وكله، لكن الناس ما زالت تحبها وما زالت تجيبها. حتى اللي بيقدر يجيب لنفسه وما يقدرش تاني ما يقدرش يجيب، واللي بيقدر يجيب اللي ما يقدرش. هو احتفال ومظاهر حلوه وعاده جميله عند المصريين، بيفرحوا بيها بيظهروا بيها الفرحه والناس بتتهادى بيها. كل سنه وانتم طيبين. الاحتفال بمولد جدا نحسن صنع شيء جميل شيء بديع، وضمن مظاهر الاحتفال دي شراء الحلوى وادخال السرور على اهل البيت بها. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا أحسن ناس نحتفل بمولد النبوي لأن دي ليها ذكريات معنا فظيعة. يعني الحصان بقى الحلاوة والعروسة الحلاوة، وبعد كده ما كبرنا شوية اللي يودي لحبيبته العروسة ويفرح وتفرح بيها. دلوقتي بنودي المدام طبعا وتطلع عينينا برضو مفيش مشكلة. طبعا أنا بشتري على قد مقدرتي، أنا ممكن كنت زمان أشتري مثلا 4 كيلو 5 كيلو وأودي لحد 5 كيلو، أنا دلوقتي أشتري 3 كيلو 4 كيلو حسب المقدرة لأن الأسعار طبعا متفاوتة. يعني العروسه البلاستيك بقى والحصان البلاستيك اللي هم طالعين من دول ما يعني انا يعني بجيبه كده بس مجامله، لكن هو طبعا حاجه تانية خالص غير زمان. انا الحقيقه مشرف جدا على الجيل الجديد بما فيهم اولادي الصغيرين، لان هم اتحرموا من متعه مد النبي. احنا زمان كان الحصان الحلاوه والعروسه الحلاوه دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا واحنا اطفال، كنا بنحتفظ بيه لمده طويله جدا بعد المولد. النهارده او اليومين دول الجيل الجديد ما عندوش او ما يعرفش طعم الحصان الحلاوه او العروسه الحلاوه بتاعت مولد سيدنا النبي. الصين واختلاف الزمن والوقت والاسعار والحاجات، كله بقى بلاستيك وكله بقى شكله عجيب. انا عن نفسي ما بجيبش لاولادي العروسه البلاستيك بتاعت مولد النبي، ولكن لو لقيت الحصان بتاع زمان هجيبه لابني، لو لقيت العروسه الحلاوه هجيبها لابني. لكن كل سنه وانتم طيبين. فاكرين في حلقه من حلقات انا الشاهد بمناسبه عيد الاضحى سالنا نفس السؤال، وكانت النتيجه ان العادات هي التي ستنتصر على التحديات. يبدو والله اعلم ان العادات دائما هي التي تنتصر على التحديات. فاكرين المثل اللي بيقول اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني؟ بقول لكم ايه، ما تيجي نصلي عليه ونقول اللهم صل عليه. خيرت حماد، انا الشاهد، بي بي سي. اخبرني عدد من زملائنا المصريين انهم سمعوا كثيرا عن هذه الدميه المصنوعه من السكر لكنهم لم يشاهدوها قط. لنذهب الآن إلى أقصى العالم العربي غربا إلى المملكة المغربية. يونس الرقيق من هناك تحدث إلى عدد من المغاربة حول ما يعنيه لهم الاحتفال بعيد المولد النبوي، وهذا ما أرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يونس الرقيق من المغرب. أعددت لكم تقريرا حول ذكرى المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله ستشاهدون مجموعة من آراء المواطنين حول هذه الذكرى. تابعوا معنا هذا التقرير. عيد المولد النبوي هو اليوم اللي تزاد فيه النبي ديالنا عليه الصلاه والسلام، وهذا اليوم كنحتفلوا به باحياء صله الرحيم مع العائله ديالنا والاقارب والاحباب. ولكن مع الاسف الشديد كنلقاو بعض الناس اللي مازال جاهلين التاريخ الحقيقي ديال هذا اليوم، والسبب الحقيقي كيرجع لاهمالنا الكبير في السنه الهجريه واهتمامنا بالسنه الميلاديه اكثر. داكشي علاش كنتمنوا اللي يهتموا بالسنه الهجريه اكثر باش مابقاوش نهملوا بحال هذا اليوم اللي كيتسمى احسن يوم في السنه. فمبعثه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للإنسانية والإسلام والسلام. فالله سبحانه وتعالى صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم وتن بملائكته وثلث بإنسه من الإنس والجن، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو واحد نهار مميز بالنسبة لنا احنا المغاربة، كنحتفلوا به بواحد الطقوس وعادة شراء ملابس أطفال صغار، واحد تجمع عائلي يكون واحد تجمع عائلي، وذاك النهار كيكون مختلف على الأيام العادية، كيكون مميز بالنسبة لنا. هذا كنت من عيد مبارك سعيد لكاع جميع المغاربه والمسلمين.
فكرة مولد نبوي الشريف هي اسم المسمى لأنه جفى أشرف الخلق المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام رسول لي ورسول جميع المؤمنين ورسول جميع المسلمين. وكما نعلم أنه المغرب هو دولة إسلامية، دولة يعني بحيث أنه كتحتفل بهذا اليوم هذا كباقي الدول الإسلامية الأخرى، لأنه كيذكرنا باليوم اللي جاء فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هو أصلا خصوش يكون احتفال، يعني بالنسبة لي أنا كنشوف كما كنشوفوا احتفال هو أنني كنمشي نزور الأقارب ديالي كما درت كما كندرت العام اللي فات، نتواصل مع الناس يعني نتواصل مع الناس اللي كنعرفهم نزورهم سلمى وصلة الرحم. أي سنة من السنان ديالنا بأن كنفرحوا بالموليد ديالو، كنوجدوا اللبنيات كيحنوا العويت قاتليهم ليمنا، كنوجدوا الكاطو ديالنا، نوجدوا التريد، نوجدوا البغرير، نوجدوا الكيك، نوجدوا من اللي من بعد كنساليو وكنحنيو البنت اليد اليمنى والرجل اليسرى، واللي فيقها باها خاصو يفيقها الراجل، الاب يفيق البنت البكاء البكر باش كتزغرت قبل الفجر، تزغرت على الفرحه ديال المولد ديالو صلى الله على رسول الله. ملي كنفرحوا بيه نزغرتو جاي يقول لنا غدخل الجنه، اللي زغرت هي الاولى على المولد ديالو دخل الجنه من البنات. كنتسابقوا شكون اللي غادي تفيق بكري، الصباح كنلقاو الطبله الوالده مجده لينا بالبغرير بالتريد بالعسل، كنديروا هربرب العسل والحليب، كنديروا ولا نديروا الرز بالحليب والعسل، كنديروا الكاطو على جميع النواع، كيجيو الحباب كنزورو نصلو صله الرحم مع بعضياتنا، نتذكروا السنه ديالو، نتذكروا هو الهجره ديالو الميلاد ديالو، عاد من بعد كنجيو للوفاه ديالو. هذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه خلى لينا الاسلام، تمم لينا الاسلام ورجع لنا دين الإسلام دين، والحمد لله صلى الله على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم الذي نحتفل به بعيد فهو ذكرى مولده، واليوم الذي ولد فيه رسول الله ونفس اليوم الذي توفى فيه رسول الله، فليس لنا أن نحتفل به ولكن نحيي سنة رسول الله وهديه لكي يعلم كل الناس أن هذا اليوم عزيز على قلوبنا، نتذكر فيه سنة رسول الله وهديه، ونتذكر مناقبه ومناقب أصحابه وهجرته، ونسأل الله العلي القدير أن يجازي عنا أحسن الجزاء، لأنه أنار لنا الطريق للهدى، والحمد لله الذي جعلنا من أمته. كما لاحظنا مجموعة من آراء المغاربة حول ذكرى المولد النبوي الشريف، وتختلف هذه الآراء، فمنهم من يحتفل بهذه الذكرى ومنهم من لا يحتفل بها، ذلك راجع إلى آراء الفقهاء في الموضوع. أما بالنسبة للتقاليد المغربية فتختلف من مدينة لأخرى، والمغاربة يحتفلون بهذه الذكرى بطرق مختلفة. كان معكم يونس رقيق من المغرب مدينة الدار البيضاء، انتظرونا في تقارير إن شاء الله جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلت وسائل الإعلام مؤخرا الكثير من الأخبار القادمة من الكويت والتي تتحدث عن وقوع أعداد كثيرة من حالات الطلاق لأسباب مثل تناول البيتزا باليد بدلا من الشوكة والسكين، أو أكل الرز بطريقة خاطئة، أو ربما إمساك معجون الأسنان من المكان الخطأ. أسباب قد تبدو سخيفة أو تافهة بالنسبة لكثيرين منكم، لكنها بالنسبة لآخرين كافية لطلب إنهاء الحياة الزوجية. وهناك في الواقع عدد كبير من المحامين والمحاميات والذين يقفون إلى جانب من يطلبون الطلاق لأسباب كهذه، منهم السيدة حوراء الحبيب وهي أستاذة محامية موجودة في الكويت ومعنا الآن عبر الإنترنت من العاصمة الكويتية. سيدة حوراء أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذا اليوم. سؤالي الأول في الواقع يتعلق بالطلاق في الكويت، يعني عدد حالات الطلاق هو 18 حالة تقريبا، هذا في كل يوم في مجتمع صغير كالمجتمع الكويتي والنسبة كبيرة جدا. هل تعتقدين أن الكويت بحاجة لمن يساعد أبنائها على الطلاق خصوصا لأسباب كهذه؟ أعتقد بأن الكويتيين بحاجة لمن يوعيهم بواجبات الزواج وبواجبات الطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة. اليوم إحنا سمعنا في أحد الدول الآسيوية بأن هناك فرض له دورة
3 أشهر قبل الزواج الزوج والزوجة يعرفون اللي لهم واللي عليهم، وهي تعتبر من شروط لإتمام الزواج. أعتقد بأن اتباع مثل هذه الأنظمة وتكثيف الدورات والوسائل التوعوية بالزواج وبالواجبات والمسؤوليات المتبادلة وبحقيقة الزواج وحقيقة هذه العائلة، أعتقد بأن الكويت تحتاج لمثل هذه الأمور أفضل أو أكثر من بحاجة لمن يساعدنا في استمرارية الزواج، لأن اليوم المؤسسات الإصلاحية موجودة ومكاتب الاستشارات الأسرية موجودة ومتواجدة بكثرة، مكاتب الخاصة وهي المؤسسات الإصلاحية الفردية أيضا متواجدة بكثرة، ولكن لا يوجد هناك نظام معين يتبعه الشاب أو الشابة قبل الزواج، من خلال مثلا هناك تفرض دورات معينة وتكون على سبيل الالتزام والجبر، أن تضاف بعض المناهج التوعوية أيضا في وزارة التربية والمدارس. نحن بحاجة للأمانة لمثل هذه الوسائل بشكل أفضل وبشكل مكثف أكثر. طيب، هل يشمل هذا توعية الناس بكيفية أكل البيتزا أو كيفية غسيل الفم أو كيفية إمساك الملعقة وأشياء من هذا القبيل؟ للأمانة يعني المضحك بأن اليوم حالات الطلاق اللي تمر علينا حالات للأسف تضحكنا من جهة وتحزننا من جهة أخرى. تحزننا بأن أصبح الطلاق سهل إلى درجة بأن الزوج أو الزوجة يلجؤون للطلاق بسبب أسباب تافهة جدا، منها على سبيل المثال بأن الزوجة تطلب الطلاق من الزوج لأنه يأكل الحمص بطريقة لا يعجبها أو بطريقة غير حضارية أو لأنه يفرش أسنانه بمعجون لا يناسب أو بمعجون ماركته مختلفة، فالأسباب أصبحت تافهة جدا، وهذا الأمر يضحكنا من جهة ولكن يحزننا وعاقبته كبيرة من جهة أخرى. العاقبة هي النتيجة وهي هذه الدراسات والأرقام التي توصلنا إليها. إذا أعتقد بأن فعلا هناك أسباب، وهذه الأسباب وللأسف يعتبر ثقافة، وللأسف هذه الثقافة أصبحت تنتشر الآن بشدة، الترف الزائد، المظاهر، محاولة التطبع بأطباع غير موجودة في هذا المجتمع الكويتي، أن تطلب الزوجة مثلا من الزوج أحيانا بأن يواكبها في بعض وسائل التطور التكنولوجي الغربية المدخلة غربيا، مثلا تطلب الطلاق ليش زوجي ما يستخدم الانستغرام، ليش زوجي ما يستخدم مثلا الواتساب، ليش الجهاز زوجي غديم. طيب لحظة، معلش اسمحي لي أن أقاطعك هنا، يعني تحدثي عن أسباب تطلب فيها الزوجة خصوصا حتى الآن الطلاق لأعذار كهذه أو حجج ربما كما يراها البعض، ولكن هل هناك حالات أخرى تحدث في الاتجاه المعاكس، الزوج هو من يطلب الطلاق لأسباب كهذه؟ نحن مجتمع الكويت مجتمع إسلامي وعربي متعارفين وعندنا عادات وتقاليد، ولكن بسبب التطور اللي احنا قاعدين نعيشه وبسبب المظاهر واللبس والطلعات والروحات، اليوم الزوج مثلا هي يطلب الطلاق من زوجته لان اللي ما ليش زوجته لما تطلع معي تفشلني تلبس العبايه وانا ابي زوجه متحضره. اذا هذه احد الاسباب اللي ايضا احنا الامانه قاعده نشوفها. يعني انا اقول له اليوم انت تطلق زوجتك، يعني غريب اليوم الازواج يطلبون من زوجات متستر وانت تطلب طلاق من زوجتك أو تريد أن تطلقها لأنها غير مواكبة. طبعاً في واحد أحد الحالات اللي مرت علي بأن بعد 10 سنوات من الزواج، بعد 10 سنوات وهو كان يعلم الزوجة على وضع معين تلبس العباءة وتطلع وكذا، ولكن لأن أصبح يختلط بالمجتمع وأصبح يرى الحريم اللي هو الحزبيوم يرى المرأة المتفتحة والتي لا ترغب بلبس يطلب من زوجته بأن أنا عسف لا أشوف غيرك ولا لا أشوف البنات هذين أبيش تلبسين نفس ما يلبسون البنات. إذا يطلب من زوجته أن تخلع العباية وتخلع الحجاب أحيانا، فإذا في أسباب من الطرف المقابل مشابهة. يعني واجبك أن تدافعي عمن يطلب منك مساعدته لطلب الطلاق لأن طريقة أكل الرز لا تعجبني أو طريقة ارتداء الحذاء غير مناسبة أو لأن العباية من اللون الخطأ، هل هذا ما تقولين؟ طبعا هو أحيانا تمر علينا في هذه الحالات، إحنا
نرجع الى نقطه جدا مهمه. الاسلام او الدين الاسلامي في عندنا حاله من الحالات اللي هي حاله الخلع او اللي هو ان تطلب الزوجه الطلاق لانها كارهه صفه في الزوج ولا ترغب فيها، على الرغم من ان الزوج معاملته جيده معها، على الرغم من ان هذا الزوج لا يقصر بواجباته الاجتماعيه الماديه مسؤولياته تجاه الزوجه كامله، ولكن احنا نرجع ان الاسلام دائما حط لنا اللي هو اللي انا دائما اسميه خط الرجعه، هذا اللي هو الخلع. اساعدها في الخلع، اشور عليها بالخلع، لان بالطبع اذا انا الجأتها للطلاق للضرر حزتها الطلاق للضرر ما راح يبدا نتيجه ولن يطلقها القاضي للضرر، لان بالطبع بان لا هناك ضرر، لا يوجد ضرر في مثل هذه الحالات بالحمص بسبب العباءة وغيره. أما في حالة الخلع بالنسبة إلى الزوجة، في حالة الخلع لا، هي كارية صفة لذات الزوج، قد تكون رائحة فم الزوج غير طيبة، قد يكون هذا الزوج لا يأكل بطريقة تعجبها، هي كارية صفة الزوج، وبمجرد كره هذه الصفة للزوج وموافقة الزوج على الخلع فإن الخلع يقع. صحيح سيدتي، دور المحامي أن يقف إلى جانب موكله وأن يتولى الدفاع عنه وما إلى ذلك يعني في كل القضايا، ولكن ما نتحدث عنه هنا هو أسر، يعني في كثير من الحالات هناك أطفال. ذكرت قبل قليل حالة وقع فيها الطلاق بعد 10 سنوات لسبب يعتبره كثيرون في الواقع سبب بايخ تافه، يعني لا أدري كيف يمكن أن نكون قادرين على أن نشرح للطفل أنه أبوه وأمه لا يعيشون مع بعضهم البعض لسبب من هذا النوع. هل ترين ما أقصد؟ دوري أنا كمحامي بالعكس تماماً، عندما أتدخل في هذا الموضوع فأنا من واجبي بأن أعرف كلا الطرفين على حقوقهم المتبادلة. أنا أحاول مثل ما قلت في البداية بأن نحاول نصلح، إذا وصلت لطريق مسدود الإصلاح فيه مستحيل. نوصل لمرحلة بأن تريد أن تطلق الزوجة، إذا تحفظ لها حقوقها لأن هناك حقوق معينة من نفقة وغيرها، لكن أن أقوم وأن أفرض على الزوج بأن لا يطلق فهذا الأمر لا هو في إيدي أنا ولا في إيد الأم ولا في إيد الأب ولا في إيد حتى الصديق أو أي شخص آخر مقرب. إذا الزوج أراد أن يطلق فهو يطلق، ولكن إذا إحنا وصلنا مرحلة ننصح، هذه النصائح لا تفيد. إذا تركت هذا الإنسان يذهب لوحدة للمحكمة بدون توجيه قانوني سليم من طرفي، فكون واضح بأن الآثار السلبية والنتائج ستكون ستكون سيئة أضعاف الأضعاف من لو أنا كنت معه، لأنه راح يروح راح يتوجه توجيه خاطئ، أو راح يقعد في التجمع أو في الديوانية أو مع أصدقاء راح يقولون له طلق، والمرأة هذه ما راح تدفع لها ولا شيء، لا تدفع، وإنت شلون تدفع، لا تدفع لها حتى النفقات، إذا راح يخربون عليه أكثر. وبالتالي وجود المحامي مع الموكل في هذه الأمور قد يبين ويوجه للموكل بأن أنت يا فلان عليك حقوق كذا كذا وعليك واجبات كذا كذا تجاه ابنائك حتى وإن وقع الطلاق. إذا ترتيب، أنا دائما أقول الطلاق لا يكون كارثة بقدر ما يكون التعامل مع الوضع بعد الطلاق كارثة. طيب برأيك معظم حالات التعامل مع الوضع بعد الطلاق كارثية؟ تعامل نعم طبعا، لأن عندنا شيء متعارف فيه في كل المجتمعات، خاصة عندنا المجتمعات العربية هذا الشيء منتشر، عندنا اللي هو العناد مثل العلم الكبرياء، لا والله الزوج طلق يقول لا والله ما لها الزوجة شيء، يروح يتزوج زوجة أخرى يدفع لها نفقات أخرى لها وينسى أبناء من الزوجة الأولى، يقول أنا طلقت أنا ما لي شغل في الأخرى، تتحمل تتصرف. ففعلا في بعض الأحيان التعامل ما بعد الطلاق مع حالة الطلاق أو مع الأسرة هو كارثة، وهو ما يولد المشاكل. الكثير من العوائل، بما أن انتشار الطلاق بهذه الكثرة في كل المجتمعات ومن ضمن المجتمع الكويتي، لا يوجد عائلة كاملة فرد فيها غير مطلق. ولكن يعني 18 حالة طلاق كل يوم في الكويت، لا أدري هذا ربما 80 أو 90% من إجمالي حالات الزواج في الكويت، هذه النسبة مذهلة في الواقع، يعني هذا عدد كبير من حالات الطلاق في مجتمع كويتي صغير العدد وصغير الحجم، ألا توافقين مع ذلك؟ النسبة موجودة، حالات الطلاق موجودة، التعامل مع الحالات هذه ما بعد الطلاق
هني في كارثة. التوجيه الخاطئ من قبل بعض المحامين أو التوجيه الخاطئ من قبل الأصدقاء إلى الزوج أو الزوجة يجعل العائلة كلها في دائرة من الحقد، من المشاكل، من سوء المعاملة بين الأطراف. حتى أحياناً إحنا نشوف إن في بعض الحالات الأمانة تمر علينا بأن يستخدم الأبناء كضحية للتشفي من المصالح المشتركة ما بين الزوج المطلق والزوجة المطلقة. فتكون الأبناء كضحية وكسلاح للحرب ما بينهم. شكرا جزيلا لك المحامية حوراء الحبيب، وشكرا لوقتك سيدتي. عفوا حياكم الله. معك. انتهى لقاء هذا الأسبوع من أنا الشاهد. بإمكانكم أنتم المشاركة بآرائكم ومقترحاتكم وأفكاركم. اكتبوا لنا shahid@bbc.co.uk، هذا هو عنواننا الإلكتروني، أو تواصلوا عبر فيسبوك facebook.com/bbcarabicshahid أو عبر تويتر @bbcshahid. لكم مني لؤي إسماعيل ومن جميع العاملين هنا أطيب التحيات. إلى اللقاء.